السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مساء النور، مساء الخير، مساء الفل أحبائي. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم في أحسن الظروف والأحوال إن شاء الله تعالى، وجمعة طيبة عليكم جميعا أحبائي. وأكيد فيديو الجمعة مع أسئلتكم وتعاليقكم الأكثر من رائعة اللي كنستفدوا بها كما كنقول دائما، كلنا مجموعين. ف غادي نبداو بأول تعليق من عند الأخت صفوان ملك، فكتقول: سلام أختي وفاء، سولتك على واقي الشمس اللي نبدلو بلاص أكتينيكا حيت كتزرق ليا وجهي، بشرتي مختلطة. وف إجابة من عند إحدى المتتبعات ديال الأوركيدي، فكتقول لها: أختي هي كتعطي هذا الانطباع، ولكن بتجربة أكتينيكا لا يعلى عليه. أعي ما أقول، لأني أعمل في مجال الفلاحي. ف طبعا الى زدت شي كلمه فوق هذا الكلام فغادي نكون كنمجد الاكتينيكا وكاني اقوم برعايه لهذا الواقي الشمسي، لكن هذه حقيقه يعني ملموسه. فالى عقلتو، كنت قلت لكم واحد الزبونه ديالي كانت جات عندي وكانت بدات تريتمون، مشات عند الطبيب وكل شيء وما جاوش ربي تيسير، وكانت جات عندي وعطيتها تريتمون وكدير اكتينيكا. فالبارح جات عندي تبارك الله ما شاء الله كاين واحد التطور جميل جدا في العلاج ديالها، الوجه ديالها صفى ليها وعاجبها الحال بزاف بزاف عاد، وقالت لي: جمعت دوك لي برودوي كاملين اللي عندي ولحتهم وبقيت متبعه التريتمون. جات خدات اكتينيكا، قالت لي: ولكن صراحه، قالت لي حيت هي اون كور دو تريتمون جربات جوج ديال الواقيات الشمسيه. الى عاقلين انا كنت قلت لكم بدلات الواقي الشمسي بلا ما تقولها ليا وخدات واقي شمسي اخر. قالت لي: فريمون اكتينيكا كتشد على الشمس بشكل مهول جدا، فعلا كاين واحد التغيير كبير في البشره ديالها صراحه بطبيعه الحال، يعني بالطريقه اللي كدير بها الواقي الشمسي وكيفاش كدير التريتمون ديالها وبزاف ديال الحيثيات اللي محيطه بالعلاج. ففعلا النتائج اكثر من رائعه، واللي عجبني هو ان الزبونه فرحانه بزاف وعجبها الحال، وهذا هو ليسونسيال. ولكن ما غاديش يمكن لينا نفرضوا على الناس انهم يديروا حوايج اللي هما ما مرتاحينش فيها. هذا حتى يعني حتى انا هنا ملي كيجيو عندي الناس اللي بغيو شي واقي شمسي كتقول لي نصحيني، فكنقول لها كاين واحد ليكرون كيشد على الشمس مزيان، ولكن فرانشمون انا ما كنصحش باكتينيكا. يعني اكتينيكا كنعطيها للناس اللي كيجيو موراها ياخذوها، او الا كان شي حد عزيز عندي كنقول ليه هاك اكتينيكا، وكنكون عارفه ما عنده صوت كيفاش غتبان في الوجه او هذا، او يعني خاصو اكرونتينتي ولا ماشي ولا انفيزيبل، يعني كنكون واثقه من هذاك الشخص فكنعطيه اكتينيكا. ما عرفتش انا هاد الاحساس ديال انها كزرق لك الوجه ديالك منين جاك. فشخصيا البشره ديالي حنطيه وكندير اكتينيكا، فيعني بالعكس كتعطيني واحد لي في بون مين، وما ما بقات حتى شي واقي شمسي انا اللي يعني كيرضيني بحال اكتينيكا. ما نقدرش نتقبل شي واقي شمسي اخر على البشره ديالي من غير اكتينيكا. على كل بشره ديالك مختلطه، فبغيتي واقي شمسي اللي ما يزرقش لك الوجه ديالك وديريه وترتاحي فيه، هذا هو المهم. المهم عندي انكم ترتاحوا في البرودوي اللي غادي ديروه. فكنصحك انك تاخدي افين فلويد، افين اكرون فلويد، غتقول ليها في الفارماسي ولا في البارا عافاك عطيني افين اكرون فلويد انفيزيبل، وراه غادي تعطيه لك رين خفيف غيتحط على البشره ديالك وغتشربوا البشره، وما غادي يخلي لك حتى شي افي اللي هو زعما زراق ولا شي لون ولا شي حاجه، بالعكس غادي ترتاح فيه البشره ديالك بزاف بزاف عاد. افين اكرون فلويد انفيزيبل، فلويد ركزي على فلويد، ما تاخدي حتى شي حاجه اخرى في افين من غير هاد الفلويد، حيت هو اختي صفوان ملك اللي غادي يريحك وغادي يعجبك في البشره ديالك. وكنتمنى انك ملي تجربيه تخلي لي الراي ديالك في التعاليق. ننتقلوا للسؤال الثاني من عند الاخت هاجر سي اش، فكتقول: دو موا وانا متبعه هاد لاغام وما عطاتني حتى ريزولطا. هي كتكلم على سيغاف لونتي امبيرفيكسيون لو جل والكريم. كاين واحد المشكل عند الناس سورتو الناس اللي عندهم بشره دهنيه،
فمني كياخذوا واحد كياخذوا واحد التشكيله ديال المنتوجات ولا منتوج ولا جوج اللي كيصبوا في العنايه بالبشره الدهنيه، وحنا كنعرفوا المشاكل اللي كتكون عند البشره الدهنيه من بتور مسام واسعه، افراز مهول ديال الدهون، رؤوس سوداء. فملي كياخذوا داك لو جيل وليكرون ولا كريم تريتونت، فكيسحب ليهم راه هادوك لي برودوي غادي يعالجوا ليهم المشكل ديال المسام، غيسدوا المسام، غيحيدوا ليهم الدهون، وغيحيدوا ليهم بتور الرؤوس السوداء، وغادي يحيدوا ليهم كذلك البتور. وهذه فكره خاطئه، راه خصنا نفهموا دوك لي برودوي اللي كناخذوهم اونتي امبيرفيكسيون ولا اونتي اكنيك ولا شي حاجه بحال هكا، راه غير كيخفوا لينا من الحده ديال الوضع. اما باش نقولوا كاين شي برودوي كيحيد المسام الواسعه بصفه نهائيه، ولا كيحيد الرؤوس السوداء بصفه نهائيه، او كيحيد الدهون بصفه نهائيه، راه هذه مساله خاطئه. راه غير ما مره قلت لكم البشره الدهنيه او الرؤوس السوداء، المسام وداك الدهون اللي كتكون زايده، هي اشياء كتكون مرتبطه بالشخص بنوعيه البشره ديالو. الا عندي بشره دهنيه فاوتوماتيكمون غادي يكونوا عندي هاد الاشياء. فملي كناخذ واحد لوجل، كناخذ واحد لاكريم، كناخذ واحد ليكرون، فانا كنخفف من الحده ديال هاد المشاكل فقط. اما غتخيلوا مع راسكم انكم غادي تحيدوا هاد المشاكل بصفه نهائيه بهاد لي برودوي، فهذه مساله ما كيناش بالمره، ما كيناش بالمره. كذلك ماشي كنبقى ناكل الحوايج اللي فيهم الدهون، كنهلك الذات ديالي من الداخل، وبالتالي كنزيد او كنهيج هذيك البتور، كنهيج هذاك الدهون انها تزيد تفرز لينا، ونقول انا هاد لو برودوي ما دار ليا والو. راه اوتوماتيكمون ملي كتكون عندي دهون زائده في الجلد ديالي، اوتوماتيكمون شنو كيوقع؟ فالمسام كتوسع، كتعمر بالرؤوس السوداء، كتبان لينا بتور جديده. فهذه مساله يعني عاديه، يعني كنكونترولي الماكله ديالي، كناخذ لي برودوي اللي مناسبين للبشره ديالي باش نشوف نتائج اللي هي زوينه. اما ناكل الماكله اللي قال لي راسي وما نديرش واحد الريجيم خاص بالبشره الدهنيه، ونتسنى من هاد لي برودوي انهم يعطوني المعجزه، فهذه مساله خاطئه. البرودوي كيعاونني فقط، ما كيحلش ليا المشكل ديال المسام الواسعه وديال الرؤوس السوداء وديال الدهون، باش تكونوا واضحين. فكنتمنى اختي هاجر سي اش انك تكوني في الاستماع وتعملي بهاد النصائح اللي عطيتك. اما عجبتكش هاد لاغام ديال سيغاف، فممكن انك تاخدي لاغام ديال ايزياك، راه فيها ليكرون، فيها لو جيل، وفيها كذلك الكريم المساعد على التخفيف من حده الرؤوس السوداء، البتور، وكذلك من حده افراز الدهون. فغادي تعجبك بزاف، وهي شي شويه يعني الا بغينا نقولوا مجهده على سيغاف. فكنتمنى انك تكوني في الاستماع وتنهي الجواب ديالي اختي هاجر سي اش، ونتقلوا للتعليق التالي. تعليق من عند الاخت رشيد باليتي، فكتقول دكتوره عافاك عندي تصبغ حول الفم، واش ممكن نستعمل سيروم سيسديرما؟ شكرا على المحتوى الرائع، وشكرا على التكبيره كبيره، شكرا جزيلا انك كبرتي بيا وقلتي لي دكتوره، مع اني لست بدكتوره، انا خبيره في المجال الشبه الصيدلي. فعلى كل حال شكرا حبيبتي. فبالنسبه للسيزدرما ممكن انك ديريها حول الفم ديالك، فكيفاش غادي ديري؟ الا عندك يعني تصبغات غير في هذيك المنطقه، فغادي ديري سيزدرما بحال دابا اليوم الجمعه، غديريها الجمعه والسبت والحد في محيط الفم، ونهار اثنين ديريها على وجهك كامل، عاوتاني ثلاث ولا اربع والخميس في محيط الفم، وجمعه ديريها على الوجه ديالك كامل، وهكذا دواليك حتى يكمل لك البرودوي ديالك. وما تنسيش الاهتمام الجيد بالواقي الشمسي، وكذلك بعمليات الترطيب اختي رشيد باليتي، وكنتمنى انك تكوني كذلك في الاستماع. انتقلوا للتعليق الرابع. سؤال من عند الاخت اش مومويا، فكتقول اختي بغيت شي كريم او سيروم اللي كيشد الوجه مع كثره العلاجات، ولا كيبان لي وجهي ترهل، واخا عطاني الدكتور سيروم سيستيرما فيتامين سي، ولكن جاني غير كافي بوحده. فاكيد اختي شوف المشكل ديال العلاج منين ملي كنكونوش كنعتنيو بالترطيب بشكل جيد، فهذه هي النتيجه السلبيه اللي كتكون من بعد العلاج. يعني كنساليو التريتمون ديالنا وكنلقاو الوجه ديالنا ترخف، ترخى لينا، ترهل، مابقاش مشدود،
فهذه بسبب العلاج اللي كنا كناخده. فبالنسبة للفيتامين سي ففعلا غير كافي بوحديته، فاللي غادي ننصحك هو انك غادي تاخدي لا روش بوزي يالو بي 5، فيه لاسيد ياليرونيك، غادي تبقاي ديريه تقريبا بشكل يومي. غادي ديريه مثلا بحال دابا الجمعه والسبت، يعني اليوم او غدا، ونهار الاحد ديري لا فيتامين سي، ونهار اثنين وثلاث عاوتاني لا روج بوزي يالي بي 5، والاربع غادي ديري لا فيتامين سي، وهكذا دواليك. واللي غادي ننصحك انك تعتني بالترطيب بشكل جيد في النهار، غادي تاخدي كريم مرطب ملائم لنوعيه البشره ديالك وترطبي به ثلاثه المرات في اليوم، ضروري من هذه المساله، وضروري من انك تبتعدي ابتعاد كلي عن تنظيف الوجه بالماء الساخن والفاتر، يعني تبقى تغسلي الوجه ديالك غير بالماء بارد فقط. اختي اش مومويا، وكنتمنى انك تكوني في الاستماع. سؤال من عند الاخت وسيمه رجاء، فكتقول عافاك اختي، شريت كابي وايت ودرت درتو جوج مرات، خرج لي حبوب رقيق في وجهي وما عرفتش واش عادي، عافاك اختي جاوبيني ضروري. فهذاك تحسس اختي وسيمه، فاللي غادي ديريه هو انك غادي توقفي كابي وايت تقريبا واحد الاسبوع، وغادي تهتمي بالترطيب بشكل جيد جدا، ترطيب ليلا ونهارا، وتغسلي الوجه ديالك بما بعد وتردي البال لراسك مزيان، ومن بعد اسبوع ان شاء الله ترجعي الكابي وايت ديالك، كابي وايت ديالك تبقاي ديريها يوم نعم ويومين لا، حتى تسالس بها البشره ديالك، وعاد بقاي ديريها بشكل يومي. ونتمنى ليك حظ موفق في العلاج ديالك اختي وسيمه. سؤال من عند الاخت فاطمه شكري، فكتقول اختي وفاء كنتمنى تجاوبيني على سؤالي بالنسبه للوجه اللي كيتعرق في الصيف، مجرد ما نحط الواقي الشمسي كنعرق، واش كنستافد من الواقي الشمسي او لا؟ في دينا بشي كريم او وصفه نديروها قبل ما نحطوا الواقي الشمسي، للاشاره كندير اوسيغان ديال اونتي تاش، الله يرحم من ربك اختي. امين امين ويحفظك اختي فاطمه شكري. فغير باش نكون واضحه معكم، ما كاين حتى شي كريم ولا وصفه اللي غادي شوف تقدر تنشف الوجه ديك الساعه، ولكن اون فوا غادي ديري الواقي الشمسي ديالك وتخرجي الاشعه الشمس، فكوني على يقين بان البشره ديالك كتعرق. فعلاش كتعرق البشره؟ لان الواقي الشمسي كيكون غير ملائم للنوعيه ديال البشره ديالنا، فمن الاحسن ما كرهت تكون فتيني بنوعيه البشره ديالك اختي فاطمه شكري، فما قلتيش لي نوعيه البشره ديالك باش نقدر نقول لك واش هذا الواقي الشمسي ملائم لك او لا. لا كنتمنى انك في تعليق اخر تخلي لي نوعيه البشره ديالك، وانا نخليك ديك الساعه الاسم ديال الواقي الشمسي في لي كومونتير. بالنسبه للناس اللي هما اصلا كيعرق الوجه واخا كيكونوا خداو واقي شمسي ملائم، واخا هذه حالات نادره، فملي كديروا لي كرون ديالكم كتاخذوا بودغ، بودغ اللي كتكون لي بغديك لا بودغ اللي كنديروها فوق الفون دو طون، غديروها فوق الواقي الشمسي ديالكم بشكل عادي، وراه الواقي الشمسي غادي يحميكم من اشعه الشمس. تاخدي بودغ ترانسليسيد اللي ما فيهاش يعني ما فيهاش اللون، غادي تاخديها ومنين ديري لي كرون ديالك غادي ديريها على الوجه ديالك، وراه غادي تشرب لك العرق وما تخليش الوجه ديالك انه يتعرق لك. وكنتمنى اختي فاطمه شكري انك تخلي لي نوعيه البشره ديالك باش نخلي لك واقي شمسي ملائم لهاد النوع من البشره باش ما تبقيش تعرقي. وننتقلوا لتعليق اخر عند الاخت امولي 609، فكتقول قولي لي اختي نقدر نستعمل هاد الكريمه مع اوسيغان ليلا، وهل راح يفيدني؟ وما تنسايش تكمليني ما عرفتش هاد الكلمه، على سيروم تكلمي ليني ولا المهم شي حاجه بحال هكا، على سيروم اوسيغان اونتي تاش ليلا. فبالنسبه للسيروم اوسيغان اونتي تاش ليلا اختي امولي 609، فديجا راه كاين في القناه فيديو خاص بها هاد المنتوج، تكلمت فيه على هاد المنتوج. بالنسبه لهاد سيس ديرما ازيلاك في الويد لومينو يعني العلاج النهاري، فممكن انك تستعمليه في النهار والاوسيغان ديالك غادي ديريها في الليل، غير هو واش غادي يفيدك او لا فانا اختي ما عارفاش النوعيه التصبغات اللي عندك في البشره ديالك باش نقدر نفيدك واش هاد المنتوجين غادي يفيدوك او لا، يعني غادي نكون كنكذب عليك الا قلت لك غيفيدوك او قلت لك لا ما غاديش يفيدوك، فعلى حساب نوعيه التصبغات اللي عندك اختي امولي 609.
عند الاخت حكي مع حقي، فكتقول مساء الخير اختي وفاء، انا بديت كنستعمل سيزديرما الليلي، ولا بديت نهاري كيف نعمل ليه مع اكتينيكا والمرطب. فاختي حكي مع حقي، الا كنتي غادي تاخدي نهاري كذلك، فمني غادي الصباح الا كنتي غادي تخرجي ولا شي حاجه، فغادي ديري اكتينيكا هي الاولى، ومن بعد غادي ديري فوق منها واحد 5 دقائق وديري فوق منها سيزديرما ازيلاك في الويد لومينو مره واحده فقط، وما ديريش المرطب. تقريبا منين توصل ديك 12 ديال النهار هكاك غادي ديري المرطب ديالك، كوساسوا كنتي غديري اكسينيكا او ما غاديش ديري، كوساسوا يعني كنتي خارجه غادي ديري اكسينيكا او غادي تبقاي غير في الدار ما غاديش ديري اكسينيكا ديالك، فغادي ديري المرطب. كذلك منين توصل الخمسة ديال العشيه فغادي ديري المرطب ديالك، وفي الليل بطبيعه الحال غادي ديري سيزديرما لو سيروم المعالج الليلي. شنو بغيت نقول لك عاود؟ كنتي ما غاديش تخرجي من الدار، يعني وما غاديش توقفي قدام الفرن او قدام موقد الغاز، ففي الصباح غتغسلي الوجه ديالك وغادي ديري سيزديرما في البيد لمينو، غادي ديريه بوحديتو مره واحده، وبطبيعه الحال غادي تكملي بعمليه الترطيب كيف ما قلت لك اختي حكيمه حقي، وبالصحه والراحه وموفقه في العلاج ديالك ان شاء الله. سؤال من عند الاخت سمية صباح، فكتقول سلام وفاء حبيبة، أنا عندي 23 عام، بشرتي مختلطة إلى دهنية، وعندي لاتخاص ديال الحبوب، ودرت هذيك الوصفة ديال القسط الهندي وعرق السوس، واش نبقى مكملة فيه ولا كاين شي حل؟ عافاك كنتمنى تجاوبيني. فحبيبتي سمية صباح، بالنسبة للقسط الهندي غادي تحبسي الوصفة ديال دابا، لأن دابا الجو شوية سخون، فغادي تحتفظي بالوصفة ديال عرق السوس، وغادي تزيدي عليها الوصفه ديال دقيق الحمص او الحمص مطحون، راه كاينه حتى هي في القناه ديال كوني جميله وكذلك في القناه ديال كومبوتي. غادي تخدمي بهم بجوج، العرق السوس والحمص، يا اما مفرقين يا اما مع بعضياتهم، راه غادي يفيدوك بزاف، خاصه ان عندك بشره مختلطه الى دهنيه. واللي نوصيك ونصحك الواقي الشمسي ثم الواقي الشمسي فالواقي الشمسي، والوصفه ديريها 3 مرات اسبوعيا، وراه غادي يبان لك الفرق باذن الله تعالى، وفرق اللي هو زوين وهائل، وكنتمنى كذلك انك تكوني في الاستماع. سؤال اخر من عند الاخت لطيفه رفيق، فكتقول سلام اختي وفاء كيف حالك؟ عافاك اختي، واش نقدر ندير سيروم فيتامين سي في الصيف؟ انا بشرتي كتزرق في الصيف وفي الشتاء كتكون عاديه، انا بشرتي مختلطه الى جافه، وكندير اكسينيكا كيف نصحتيني؟ الله يسهل عليك يا رب، امين يا رب العالمين. فاختي لطيفه رفيق، ما ننصحكش بالمره انك ديري لا فيتامين سي، باكونت غادي ننصحك انك تاخدي لاغوش بوزاي نياسيناميد، راه حطيت لكم عليه اون فيديو، فخوديه، هذا واحد المنتوج اللي امن، وغادي تقدري ديريه ليلا ما كاين حتى شي اشكال، وغادي يعطيك واحد النتائج اللي زوينه، وغادي يعجبك الحال في وجهك بزاف بزاف عاد. غادي تاخديه وديريه يوميا، ولا يوم نعم ويوم لا، وفي النهار ديري اكسينيكا ديالك وتهتمي بالترطيب، وراه غادي يبان لك الفرق ان شاء الله تعالى حبيبتي لطيفه رفيق. سؤال اخر من عند الاخت ياسو، فكتقول الله يعطيك الخير اختي وفاء، امين لينا وليك يا رب وليكم كاملين، واش ديرما غولاغ ممكن تكون بديل امن للميكرونايدلين في ديني؟ عافاك راني كنثق فيك بزاف. فشكرا اختي ياسو على ثقتك، وشكرا على يعني سؤالك، ولكن الا كتثقي فيا راك غادي تسمعي الكلام ديالي، فما ننصحكش لا بالميكرونايدلين ولا بالديرماغولوغ، خلي وجهك عادي، ممكن انك ديري وصفات طبيعيه مقشرات، ولكن هذيك الاشياء انا كتجيني بحال غادي نتكرفص على الوجه ديالي، وبحال غادي يعني نادي البشره ديالي اللي هي واحد المنطقه او واحد الجزء من الجلد اللي حساس جدا، معرض لأشعة الشمس، معرض للتأثيرات الخارجية اللي كتكون نسبيا قاسية على البشرة ديالنا، فما كاينش لاش نزيدو أننا نأديوها ونهلكوها. ثقي بيا، إلا درتي ترطيب والحماية ودرتي وصفات طبيعية بشكل عقلاني كما كنحطهم لكم في القناة، ديري النياسيناميد، خدي الغيتينول في الشتا، يعني كاين بزاف ما يدار،
بلا ما تأذي بالبشرة ديالك، لا بالميكرونايدلين ولا بالديرما غولار. فكنتمنى أختي الحبيبة أنك تاخدي بالنصيحة، فأنتي قلتي كلمة اللي هي كبيرة، أنا كنثق فيك، وأنا ما يمكنش ليا نخذل لا الثقة ديالك ولا ديال المتتبعين ديالي بالمرة. فكنصحكم لله، وكنصحكم بالأشياء اللي هي زوينة وما عندهاش حتى شي أضرار جانبية، وما غاديش تأذيكم لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد بإذن الله تعالى. ف كنتمنى أنكم ديروا بالنصائح اللي كنعطيكم، لأن كما كنقولوا هذا هو المعقول. الهضرة اللي كنقول لكم راه هي اللي كاينة، من غيرها راه غير كذوب وإشهار. فكان هذا هو آخر سؤال نختم به فيديو اليوم وختامه مسك. طبعا ما تنسوناش من البارتاج، فشكرا جزيلا للناس اللي كتبارطاجي المحتوى مع ناس واحدين اخرين جداد. كنقول لهم الله يعطيكم على قد نيتكم في هذه الليله ديال الجمعه، شكرا جزيلا لكم. الناس اللي مازال ما اشتركوش بالقناتين، فكنقول لهم التحقوا بنا على قناتكم كومبوتي وكولي جميله، فما غاديش تندموا بالمره. ما تنساوناش من اللايك، الله يجازيكم بالخير، راه كيكون واحد الفرق، واحد ديكالاج كبير ما بين المشاهدات وما بين عدد اللي لايك. فكنتمنى انني نكون دائما عند حسن الظن، انني نكون دائما مفيده لكم. كنقول لكم نهايه اسبوع موفقه، وكنضرب لكم موعد جديد ان شاء الله يوم الاثنين على قناتكم كومبوتي. تبتم وطابت اوقاتكم في امان الله.